راه 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 انا ها هو غنمشي ليه بس اسميتو عبد الرحمن غنشوفوه بو عميره ياك راهو انا غادي عند بو عميره انا غادي عند بو عميره او غادي يبان لكم واحد الوقت غادي يبان لكم بو عميره راه ها هو اوكي هذاك هو بو عميره هذاك هو بو عميره انا غادي نحاول نقرب ابتعد شافني وين ابتعد وهنا كاين واد حصار والناس دايرين القصبة وكيصيدوا بالسمارة وكاينين عائلات كيجيو هنا كاين الهدوء وكاين الأمن وكاين السكينة والطمأنينة اللي فين ما مشيتي كتلقاها في هاد البلاد بلاد الخيرات اللي عنده جذور متأصلة في التاريخ ألا وهو المغرب. أي مدينة كتلقاها كتميز بشي جمالية. انظروا هذه راه الدار البيضاء اللي هي مدينة اقتصادية اللي هي المحرك ديال البلاد والصناعة ورؤوس الأموال، ولكن في الضواحي ديالها كتلقى هاد الجمال. كيجيو أسر هنايا، أنا غادي نوريكم بعض السيارات بعيد. ولكن داك النوع ديال السمك اللي شفتو اليوم الناس الأكثرية صيدات الحجرة. سولت واحد الصياد قال لي الحجله واحيانا كيكون البوري وربما احيانا بعض الحالات كيكون الشارغو، اما الحجله هي اللي موجوده اللي سولته كيقول لي الحجله. راكم شفتوا المقاطع السابقه هذا المكان سيدي حجاج واد حصار سيدي حجاج يعني قريب للمحمديه قريب للدار البيضاء. وهاد الواد ملي كتنزل الشتا المنسوب ديالو كيزيد وشتو في بعض المقاطع السابقه الامام ليه كاين داك القدام حدا ديك الاكامه الرمان البري صغيور وحلو وكتقتات منه الحيوانات والطيور. الخير موجود تبارك الله، ماشي بالضروره غتاخذ السياره ديالك وتمشي لواحد المكان بعيد، هو مكان قريب هنا ما كاينش ليه هضر. كاين الامن ما كاينش شي قيود من عند الدوله ولا والو، ولهيك هنا واحد الاشاره كاتبين فيها ممنوع السباحه، وفعلا السباحه ممنوعه والانسان خاصه التوعيه. اللي شعل شي نار يطفيها، اللي جاب شي قنينه ديال البلاستيك او شي فضلات او شي زباله يجمعها في شي كيس ديال القمامه ويلقي به في صناديق القمامه وكتبراك والهدوء كتجلس مع راسك وكتصيد الحجله اللي المذاق ديالها.